هذا الابتهاج الواسع الذي تحتفي به مملكة البحرين بمناسبة الذكرى 46 لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة جاء ترجمة لما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متينة وحرص على ازدهارها وتنميتها. أصحاب الجلالة وسمو قادة البلدين الشقيقين على مر التاريخ. مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بلدان جسدا عمق علاقاتهما الممتدة جذورها لعقود طويلة في التاريخ بنمو وتطور وازدهار مشهود وفق ثوابت ورؤى مشتركة جمعت بين البلدين، واكتسبت هذه العلاقات طابعا فريدا تنبع خصوصيته من وشائج القربة والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو في الإطارين العربي والإسلامي. وعلى ذلك لم يكن من المستغرب أن تدعم الإمارات وامتدادا لمواقفها الإنسانية والإنمائية السابقة بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية شقيقاتها من دول المنطقة فيما تواجهه بعض الدول من أحداث مؤسفة. ولعل من أبرز هذه المواقف الدولية للإمارات العربية المتحدة هو مشاركتها في التحالف العربي لإعادة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة. وتكتسب هذه العلاقات بين المنامة وأبوظبي أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة لكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون. وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات البحرينية الإماراتية بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة. فعلى المستوى السياسي تعتبر الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أحد أهم الإشارات على تميز العلاقات بينهما، وذلك في ظل تبادل الزيارات الودية والرسمية على أعلى المستويات بينهما. وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائما إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استنادا إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، لتبقى هذه العلاقات المباركة بين البلدين والشعبين الشقيقين أنموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية ونبراسا للعلا والمجد تسطره صفحات التاريخ وتحفظه مواقف الرجال المشرفة.